واقتصاد السياحة. دائما نتكلم عن السياحة وعن التنوع المناخي والطبيعي اللي تشهد المملكة بجميع مناطقها. طبعا الجهود في هذا القطاع نشوف منجزاتها على أرض الواقع دائما. كان آخرها مشاركة الهيئة السعودية للسياحة بمعرض سوق السفر العربي في دبي بجناح روح السعودية للمرة الرابعة على التوالي، وهالمرة بعدد شركاء قياسي وصل إلى 72 شريك يمثلون إدارة الوجهات السياحية الفريدة والفنادق وشركات الطيران ومنظمات رحلات وشركات السفر والسياحة. يعني يا جمال السعودية وروح السعودية يا ندى، بصراحة بس بشوف بتفرج على الفيديو وأنا كثير مستمتعة، أقول رائعة السعودية بتنوعها الثقافي، بتنوعها الجغرافي، تضاريس تنوع السياحة عندنا باختلافها. إيش تبغي تلاقي؟ تبغي بحر تلاقي، تبغي سياحة رياضية تلاقي، تبغي طبيعة موجود، تبغي غوص وألعاب بحرية وألعاب مائية ورياضات بحرية برضها موجودة. يعني بصراحة الواحد يستمتع بمجرد ما هو يعرف أنه في مكان واحد في أكثر من مجال وأكثر من تخصص. فعلا يعني هذا الجناح تقريبا بلغ عدد زواره 55 ألف زائر، وكان يتكلم عن تاريخ السعودية وعن ثقافة السعودية وحتى عن الفعاليات. يعني اليوم ممكن السكان المحليين نفسهم ما يعرفون هذه الفعاليات، فأنت لما تسوق لها وتظهر يعني قدام الناس والملأ يعني هذا شيء إيجابي جدا. هذه واحدة من القطاعات المهمة اللي حتى بعض الدول اقتصادها قائم كامل على السياحة. أكيد السياحة أكيد. اليوم مهمة جدا والتعريف فيها حتى أهم. طبعا زي ما كنت جالسة بقول إن السعودية بقطاعاتها المختلفة سايرة